لسان النهار متنمرين في ذات الله لا يخافون في سبيله لومة لائم. كربلاء شهادة إدانة لكل أرض لم تتطهر بعد بدماء الثائرين في وجه الظلم والطغيان. وعاشوراء شهادة فلاح لكل قوم يثيرون من أجل الحق والعدالة ويخلصون عملهم بسبيل الله. كتاب عاشوراء ليس كتاب الماضي، بل هو كتاب المستقبل. وأية أمة تستلهم من هذا الكتاب روح التصدي والتحمل للمسؤوليات والتحدي للظلمات وبسالة المناصرة وشجاعة المقاومة، فهو شعب مكتوب في جبينه الانتصار. معركة الحسين عليه السلام مع أعدائه كانت من أكبر معارك الإسلام، لأنها كانت معركة مع الزيف بعد أن تحول الإسلام من دين الله القويم إلى دين السلطات الغاشمة، فأصبحت المساجد مراكز التمجيد للحاكم والدفاع عن الظالم، وتحولت المنابر من مراكز للإرشاد والهداية إلى مراكز لتبرير أعمال الظلمة وسب أولياء الله، وتحولت السيوف التي شهرها الإسلام ضد الكفر والشرك والظلم إلى سيوف في مواجهة أهل البيت والصالحين من عباد الله. ولولا ثورة الحسين عليه السلام استمر الوضع على ذلك إلى هذا اليوم. لقد ثار الحسين عليه السلام على يزيد الذي كان يحكم باسم الدين ليثبت أن الانتصار الحقيقي للدين ليس في أن يصبح باسمه حاكمون على وجه الأرض، بل أن تكون الحاكمية الفعلية للقيم والمبادئ. فلا قيمة لحكومة تستخدم الدين وسيلة لسلطانها وامتيازاتها. ألو الحسين عليه السلام في كربلاء وانتصاره الساحق على أعدائه بعد شهادته أثبت أن الانتصار لا يعني الحصول على الكراسي والمناصب، وإنما الانتصار يعني انتصار المبادئ والقيم، وهذا انتصار يأتي أحياناً عبر الموت والشهادة وخسارة المناصب والكراسي. كانت ثورة الحسين ضد فئتين، السلطة الطاغية والأمة المتخاذلة.